بنحتفل النهاردة بعيد عمال وعاملات مصر أغلى ثروتها والأساس لشعار صنع في مصر، ولأن الدولة المصرية بقيادتها السياسية كانت مدركة الحقيقة دي من أول يوم، فكان الهدف دايما هو توفير كامل الدعم لعمال مصر وحل أي تحديات بيواجهوها. وعشان كده كانت فكرة تطوير أدوات العامل المصري من أهم عناصر المبادرة الوطنية لتطوير ودعم الصناعة المصرية ابدأ، المبادرة اللي بتهادي بيها مصر عمالها سواء بالتدريب التمكين أو من خلال توفير مزيد من المنشآت الصناعية اللي بتساهم في تنمية اقتصادية حقيقية. المبادرة اللي بدأت من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، واللي بدأنا النهاردة نجني أولى ثمارها. ودلوقتي بنستأذن سيادتك يا فندم في عرض بعض من هذه المشروعات الخاصة بمبادرة ابدأ عبر الفيديو كونفرنس. مصنع فيوتك لإنتاج معدات ترشيد الطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من محافظة المنوفية مصنع الرجال والقادة، بنحيي حضرتك يا فندم وبننقل ليك تحية كل أهل وعمال مدينة السادات الصناعية قلعة الصناعة الوطنية المصرية. أنا يا فندم الدكتور المهندس محمد حلمي هلال، رئيس مصانع فيوتك لصناعة معدات الإضاءة الذكية الموفرة للطاقة. إحنا يا فندم شركة مصرية متخصصة في الأبحاث والتطوير في مجال الإضاءة وترشيد الطاقة. النهاردة يا فندم وعلى بركة الله وبالشراكة مع مبادرة ابدأ ومباركة فخامتك، بنفتتح مصنع كشافات الليد الذكية. المصنع يا فندم عبارة عن مجمع صناعي مكون من 4 أدوار. احنا دلوقتي يا فندم في صالة تصنيع كشافات الليد الذكية. الطاقة الانتاجية للمصنع ده 250 كشاف في الساعة، وده بيخليه واحد من اكبر مصانع انتاج الكشافات في العالم. المشروع بتاعنا يا فندم بيستوعب 320 فرصة عمل مباشر، بالاضافة ان المصنع احد اهم مكوناته مدرسة فنية على اعلى مستوى في التعليم والتدريب، بتتسع ل 240 طالب ومتدرب، ودي بتضمن للمشروع توفير الموارد البشرية والكوادر المؤهلة لاستمراره ولتطوره. اسمح لي يا فندم اتقدم لسيادتك ولفخامتك بالشكر والقائمين على مبادرة ابدأ، اللي لما تواصلنا معاهم كانت استجابتهم سريعة وفاعلة. المصنع ده يا فندم حتى شهر فات كان ممكن يتقفل وكان متوقف عن العمل وكان بقاله 3 سنين واقف، وكان ممكن ما يتفتحش ابدا ويتحول لنشاط مختلف. المبادرة شجعتنا وساعدتنا ان المصنع يشتغل والمكن يدور. احنا نسبة المكون الحالي المحلي عندنا في الوقت الحالي تتراوح من 50 ل 60%. النسبة دي راح ترتفع بإذن الله لأكثر من 85% بالتعاون مع ابدأ. بنشكر حضرتك يا فندم على جهدك الكبير اللي برغم الأعباء الكتيرة حضرتك بتبقى معانا في كل المناسبات الكويسة وبتنسناش أبدا يا فندم. اهتمام سعادتك بالصناعة الوطنية أساس لبناء اقتصاد وطني قوي، وبنأمل إن فخامتك تدعمنا وتدعم مشروعنا من خلال تبني استخدام التقنيات والمنتجات الذكية في مختلف مشاريع الدولة، وبالذات في مشروع حياة كريمة. إحنا نقدر يا فندم بالمنتجات بتاعتنا نوفر أكثر من 50% من الطاقة اللي بتستهلكها إضاءة الشوارع والمباني. القيمة المضافة الحقيقية لمشروعنا والمنتجات بتاعتنا اننا بنوفر طاقة للدولة قيمتها اكتر كتير من قيمة المنتجات اللي احنا بنصنعها، وبنخلق يا فندم فرص عمل خضراء بتدعم الاقتصاد الوطني. النوع ده يا فندم من الصناعات بيحتاج دعم سياسي، واحنا واثقين من مساندة فخامتك ودعمك للصناعة الوطنية. احنا يا فندم بيسعدنا بنلتمس من حضرتك انك توافق ان احنا نتبرع ب1000 كشاف ذكي لمحافظة المنوفية لمبادرة لحياة كريمة، و500 كشاف للمدارس، و1000 وحدة إضاءة خاصة لمدارس أولادنا في المنوفية. لكن الهدية الكبيرة بقى يا فندم في معناها من عمال وولادي وبناتي في مصنع فيوتك، هم بيتبرعوا بأجر يوم اللي هو يوم العمال إلى صندوق حياة كريمة. حفظ الله الوطن، حفظ الله مصر، حفظكم الله قائدا وزعيما للأمة المصرية. شكرا. باشمهندس محمد استنى شوية بس من فضلك. الكشاف ده تكلفته كام مقارنة بالكشاف العادي؟ يعني الكشاف ده يساوي كام؟ أنا آسف إني بسأل السؤال ده، بس أنت قلت كلام مهم، قلت ده بيوفر 50% من الطاقة، وقلت أنا فندم أنا بشكر سيادتك يا فندم،
اتفضل. أنا بشكر سيادتك يا فندم على الأسئلة ديت. السعر بتاع الكشاف بتاعنا أقل بنسبة 70% من الكشافات المستوردة. الكشاف بتاعنا تحديدا يا فندم بيساوي ما بين 2000 ل 2500 جنيه، وبيوفر خلال فترة تشغيله اللي بتمتد ل10 سنين يا فندم أكتر من 400% من قيمته. ده بالنسبة للعميل للمستخدم، لكن بيوفر للدولة 3 أضعاف القيمة دي. سيادتك، والمشروع ده يا فندم كانت رؤية سيادتك. سيادتك في 2014 اديتنا، يعني حضرتك قلت الرؤية واحنا خدناها كأهداف واشتغلنا عليها. حضرتك قلت ان احنا لو وزعنا 300 او 400 مليون لمبة أمينة، وبشكر سيادتك جدا على كلمة أمينة دي، اللي يعني احنا كخبراء وعلماء في المجال بتاعنا وقفنا قدامها كتير. فعلا الإضاءة في مصر يا فندم بتستهلك 35% من كل الطاقة الكهربائية اللي احنا بننتجها، وللأسف معدات الإضاءة مش أمينة يا فندم، لكن بالمعدات الجديدة الأمينة اللي بتوفر نقدر نوفر 50% من القيمة دي. وبدل ما احنا بنضيع الفلوس والمجهود والموارد بتاعتنا في دعم الطاقة ودعم موارد الطاقة، لا احنا هنيسر يا فندم فرص عمل خضراء، وهندعم الاقتصاد الاخضر، وهنشغل ولادنا وبناتنا. واعتقد ان دي الاهداف كلها اللي سيادتك وجهت بيها لينا، واحنا تحت امر سيادتك يا فندم. لا انا هدعمك ومستعد اسندك في انك انت تخلي المنتج المحلي في المنتج بتاعك يزيد عن النسبه اللي حضرتك ذكرتها. ذكرت حضرتك 50 ل 60%، انا اتمنى ان احنا نوصل ل 90% او اكتر حتى من 100%، لأن ده معناه ببساطة لو احنا قدرنا نوصل لمكون محلي كامل أو شبه كامل حتى للمنتج ده، هيبقى ما فيش عليه أعباء علينا، وهيبقى كمان بيشغل ناس. لأن أنت وأنت بتعمل منتجات زي كده بتزود المنتج المحلي جواها، يعني ده هيشغل ناس تانية وهيشيل من عندنا أعباء للدولار. بالمناسبة أنا يعني مش عايز أقول كلام على في الاتفاق معاك على إن احنا المفروض يا دكتور مصطفى ندخل في ان كل احنا دلوقتي عاملين تخفيف لاستخدام الاضاءه في الشوارع، لكن على الاقل في الشوارع الجديده اللي احنا بنعملها يبقى واخدين قرار بان احنا نتعاقد مع الفيوتك في ان احنا ناخد منه هذه الكشافات لصالح المشاريع الجديده على الاقل في المرحله ديت، ولكن يبقى عندنا خطة كدولة في ان احنا نعمل احلال للي هو الاضاءة العادية بالاضاءة بهذه الكشافات. لكن ازاي معاك ارفع نسبة المكون المحلي ل 80-90%، انا مستعد ان احنا كدولة نساعد معاك في هذا الامر يا دكتور مصطفى. وطبعا انتوا عارفين اللي شغالين في المجال وازاي ممكن نوصل للنسبة دي في اسرع وقت ممكن. بهنيك على المصنع وبتمنى لك التوفيق، وبشكرك طبعا على التبرع من ابنائنا وبناتنا العمال في هذا المجال، شاكرين واشكرهم ومزيد من العمل، وخلي بالك من صحتهم وخلي بالك من الرياضه بتاعتهم. انا اسف اني بقول الكلام دوت، لكن ده انا بشكر معاليك يا فندم والولاد بتوعنا يا فندم. اتفضل اتفضل. الولاد بتوعنا يا فندم في المدرسه هيطلع منهم اوائل مصر سواء في الهندسة أو في الصناعة. الولاد بتوعنا بيبتدوا يومهم بطابور، بيبتدوا بنعلمهم السباحة وبنعلمهم الجري وكمال الأجسام والصحة. إحنا بنحاول ورا حضرتك نبني مصر الجديدة القوية بأولادها وبشبابها اللي مؤمنين والأقوياء واللي فاهمين وواعيين. وبوعد حضرتك إن قبل 1 مايو السنة الجاية هنوصل 90%، وهنوطن صناعة الليد في مصر، وهنبقى مش بمصر بس، ده احنا ممكن يا فندم نكتسح افريقيا كلها والشرق الاوسط، وهنبتدي اول مصنع في العالم يصنع الليد شيب في مصر بطاقه 4 مليار للدايه. و اتفضل انا بسمع. واحنا جنود حضرتك، والمصري مش هتتبني غير بسواعد ولادها الاقوياء اللي زينا يا فندم. ربنا يا رب. تحياتي يا فندم. ربنا يوفقكم والف مبروك، بالتوفيق ان شاء الله.